علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد عمو ما سمعت له عمو بلي فور عمو يزيد عمو سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 يا أطفال وقتاش مضات الجزائر وصدقت على حقوق على ميثاق حقوق الطفل في الأمم المتحدة تاريخ معروف ماشي في جوان باش نتفاهموا ماشي في جوان ولا في مي ولا في جويي يوم مضات فيه الجزائر ميثاق حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة على غرار كل دول اليوم والسنة اليوم والسنة وقتاش شكون يقول لي شوف معهم بينغو شكون يعرف تعرفي 6 أكتوبر لا 6 أكتوبر 1999 لا 1989 لا اليوم والسنة اليوم والسنة لا ماشي 1 جانفي يلا 20 نوفمبر لا 20 نوفمبر هو اليوم العالمي اللي صدقت فيه الأمم المتحدة على الميثاق ومن بعد هذا التاريخ 20 نوفمبر 1989 كل الدول بدأوا يصدقوا ويمضيوا على هذا الميثاق الجزائر وقتاش مضات واعر شوية 20 جوان 1962 بون ماشي في جوان باش نتفاهموا نحيو كاع جوان شوف الشابة هذه 19 ديسمبر تعالي واسمك بنتي سيرين منال واسمك سيرين منال عندك زوج اسامي سيرين ومنال واش تحبي نعيط لك سيرين ولا منال
كيما نحب انا سيدين ولا منال؟ منال. يلا منال. اوكي اذا منال برافو على الجواب تاعك. اذا يا اطفال الجزائر مضات ميثاق حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1962. ها انزلي انزلي. ليس بالجواب، ليس بالجواب الصحيح. انا ما فهمتش حاجه، كيفاش الامم المتحده تصادق في 1989 والجزائر تمضي في 1962؟ لازم يكون بعده ما حفظتش مليح. نعم 91. لا لا هي تجاوب دوك، الا تجاوب انت خلاص هي ما فرقتش. ماشي 91، 92. واشن؟ ولكن درك رانا في ورطه، واحد قال لنا التاريخ، واحد قال لنا السنه، رانا في ورطه. يلا سؤال اخر. خلاص خلاص جاوبوا 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 على السؤال، ولكن بما انه واحد جاوب على النص واحد جاوب على النص فنلغي السؤال ونعطيكم سؤال اخر. الجزائر صادقت على ميثاق حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992. إذن السؤال، كاين تاريخ، ما تعطوليش السنة معليش لأنه جديد، على بالكم بلي الجزائر دارت اليوم الوطني للطفل، سمعتوا به؟ كاين عيد الطفولة في أول جوان، كاين اليوم العالمي للطفل الإفريقي 16 جوان. الجزائر دارت اليوم الوطني للطفل وقتاش؟ عطولي التاريخ فقط ما تعطوليش السنة. شكون اللي يعرفها؟ ماشي واحد جويليا. شوف العروسه هذه واسمك؟ 2006. ها 2006. لا لا اليوم 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 والشهر فقط. اعطوني اليوم والشهر فقط لي اليوم. لا لا نو 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 ماشي هذاك اليوم العالمي لحقوق الطفل. نوفمبر جانفي فيفري مارس ابريل. لا 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 نوفمبر لا جانفي لا فيفري لا مارس. هاي اليوم العالمي، اليوم الوطني لحقوق الطفل. وقتاش؟ ما عندكمش حق في الجواب كي تكونوا هنا، لازم من تحت. ماهيش بعيدة. اوكي الغي السؤال، الغي السؤال. يوم 16 جويلية 16، قعدتوا تروحوا من 14 ل 17 19 20 22 23. الغي السؤال باش هكذاك ما ندخلوش في الجدالات والنقاشات. معليش كاين كاين أغنية، أغنية بماذا ترقى الأمم؟ بماذا ترقى الأمم؟ ب بال بالعلم أخلاق. بالعلم ترقى الأمم. إذا تغنوا كامل معايا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم. إذا قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما
ما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلب صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلب صغير الحجم العلم رهين بك قلبي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. حبيت نتكلم مع الطفل هذا. واسمك وليدي؟ يزيد. واش حبيت تقول عمو يزيد؟ ها؟ واش قلت لي مقبلة؟ قلت لك نحبك بزاف. اوه ربي يسون. تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه. تفضل وليدي. شكرا. عمو يزيد تاني يحبك بزاف. انا اليوم جاتني صديقة حبيتكم ترحبوا معايا باصدقائنا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راهم معنا اليوم هنا. تفيق عليهم تفيق عليهم تفيق عليهم. أنا اليوم جاتني صديقة وفية للبرنامج هدى. ماذا بيا نتكلموا معها. مساء الخير هدى. واش راكي؟ لاباس؟ لاباس. باينة هبلتيهم في الدار حتى جابوك. إذا تحية ليماها وأختها اللي راهم معنا هنا اللي دايما. واش جبتي لي هدى؟ الورد. جبتي لي الورد؟ شكرا. إذا هدى جابت لي باقة تاع الورد نهديها لكم هاد الباقة. تفيقة على هدى. تفيقة تفيقة. بوبي 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 خبي لنا هاد الباقة. خبي لنا هاد الباقة احتفظ بها في البيت. رايحين نغنوا أغنية دارها عمو يزيد هدية لذوي الاحتياجات الخاصة. نقول فيها ساعدني. تغنيها معايا هدى. غني لنا هدى ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك. أنقذني وأعني كن شمسي وأنا جنب لك. برافو برافو بنتي برافو. إذن تغنوا كامل معايا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك. أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك.
أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال فعل الخير مساعدة الآخرين شيء مهم في حياتنا. وقتاش اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. بينجو. عندي شاطرين هنا عندهم الجواب. يلا واسمك بنتي؟ ماريا. وش هو الجواب؟ 15 أوت. 15 أوت. لا 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 لا، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وليس اليوم العالمي. واسمك؟ أنفال. أنفال، شحال في عمرك؟ 9 سنين. وش هو الجواب؟ 14 مارس. تعالي. 14 مارس حقيقة، 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. يلا تعالي بنتي نعطيك الهدية تاعك. أعطوني الهدية تاعها. تعالي. واسمك؟ أنفال. وين تسكني أنفال؟ وين تسكني؟ نسكن في ولادي عايش. في ولادي عايش وهي تبليده. الله يبارك الله يبارك. تحياتنا. واليوم العالمي وقتاش؟ في 3 ديسمبر. برافو، 3 ديسمبر. واليوم الوطني 14 مارس. 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. إذن بنتي رامي راعي عمو يزيد شو حست مع عمو يزيد ولادنا تحجنا حنا يهديك هذه الهدية متواضعة إن شاء الله تستفادي بها. شكرا جزيلا. العفو بنتي العفو. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. كاين أغنية نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده شرين على شرين والناجح هذا عيد والناجح هذا عيد.
في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والناجح هذا ايده. كي يقول الشاطر يرفع ايده قاعد ترفعوا ايديكم يا اخي يا اطفال، يلا اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده. اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. سين اول سؤال والعسل من يريد، انتم للغد رجال يشمو الوطن قيدو. سين اول سؤال والعزل من يريدو، انتم للغد رجال يشمو الوطن قيدو، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدو، والنجاح هذا عيدو. في هات اليوم يبان العلم ومن يجيد، يكرم ولا يهان الطالب في تمجيد، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد، والنجاح هذا عيد. كامل صفقوا مع بعض. شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال والشاطر يرفع إيده، عشرين على عشرين والناجح هذا عيده، هذا عيده. إذن إن شاء الله ربي يخلي أياماتكم كلها 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 أعياد، كلها أعياد يا أطفال. إذن لا تحزنوا حن الوداع، يلا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. يلا نعود الأغنية، يلا نعودها. حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد برافو نشكر الأخ يزيد بزاف بزاف على هذه المبادرة اللي دارها للأطفال وزاد دارها مجانا نشكره بالبزاف حبك عمو يزيد نشكر قناة شروق على هذه المبادرة حبك